أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إني اشتريت شهادة مزورة وتوظفت بسببها علما بأني أؤمر بعمل فأوديه على الوجه. يقول أحسن الله عليكم: علما بأنني يقول إني اشتريت شهادة مزورة وتوظفت بسببها علما بأنني أؤدي عملي على الوجه المطلوب، ومعي في هذا العمل من شهادته المتوسطة وأدنى مني، وأنا شهادتي التي اشتريتها هي شهادة الثانوية، وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل؟ إن تركتها احتجت إلى الناس، وهل راتبي يكون حراما؟ وهل الحرام يتعلق بالراتب أم يتعلق باشترائي للشهادة؟ الغش حرام، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا غش وكذب وتزوير، ألا يجوز هذا العمل. والذي أراه لك أنك تذهب إلى الجهة التي وظفتك وعملت بهذه الشهادة وتخبرهم بالواقع، تخبرهم بالواقع ليعاملوك في النظام الذي عندهم، ولا تبرأ بمثل بهذا. نعم.